يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورة 29 تحت شعار الجدية في الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي. أكيد بأن هذه المشاركة تندرج ضمن سياسة الانفتاح وأيضا سياسة التواصل والقرب من المواطن التي ينهجها المجلس على السلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي، وأيضا بأن المجلس على السلطة القضائية اغتنم فرصة تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليتواصل مع عموم المواطنين، مع الرأي العام، أيضا حتى مع المؤسسات الدستورية والمدنية والأكاديمية وأيضا حتى الأمنية، ويشاركها في منتديات وندوات علمية تواصلية في ضمن برنامج ثقافي شامل لجميع الفئات. بطبيعة الحال أنه نظم فقرات عديدة يومية، من بينها أنه هناك استقبال يومي للزوار تعرف به بالمهام والاختصاصات الدستورية للمجلس على السلطة القضائية وأيضا حتى تنظيم الهيكل الجديد والأدوار الجديدة للمجلس على السلطة القضائية. ووفر أيضا للمجلس على السلطة القضائية فقراتهم تقديم وتوقيع مؤلفات سواء تتعلق بالمعرفة، سواء تلك المتعلقة بالمعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية وأيضا الأدبية ذات الاهتمام بطبيعة الحال اللي هي من اهتمامات السيدات القاضيات والسادة القضاة. وأكيد أيضا أن المجلس على السلطة القضائية وضع الفضاء أو الرواق ديالو ضمن المعرض الدولي لنشر والكتاب كفضاء للمعرفة. رحنا إشارة الأساتذة الجامعيين وكل المهتمين بالشأن الثقافي داخل المملكة، وفي نفس الوقت أن المجلس على السلطة القضائية ضمن برنامج الثقافي لهذه السنة أولى عناية خاصة للفئة للأشخاص الذين يوجدون في وضعية إعاقة، خاصة إعاقة حركية أو ذهنية، وكذلك الصم والبكم والمكفوفين وضعاف البصر. وهذه السنة أشركهم في اللجنة التنظيمية سواء الصم والبكم وأيضا المكفوفين وضعاف البصر، شاركهم في اللجنة التنظيمية لتستقبلوا الزملاء ديالهم ووفر لهم وثائق علمية ورقية وأيضا وثائق رقمية في شكل مثلا وثائق مثلا اللي هي رقمية راه الإشارة ديالهم تعرض على الشاشات التفاعلية بشكل يومي. وهذا شرف ينضاف للمجلس على السلطة القضائية باش يولي عناية خاصة لهذه الفئة التي تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبطبيعة الحال أنه كانت هناك أيضا ندوات علمية يومية حول مواضيع راهنية من قبيل الإنجاز من قبيل المجلس على السلطة القضائية الإنجازات والآفاق المستقبلية، الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، القضاء والمنازعات الرياضية الرهانات والتحديات، تخليق الحياة العامة، مقاربة متعددة كانت موضوع ندوة مشتركة ما بين المجلس على السلطة القضائية والمجلس على الحسابات ورئاسة النيابة العامة. كان عندنا أيضا موضوع حول يعني الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار، وأكيد ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء، وأيضا كان موضوع ندوة مشتركة ما بين المجلس على السلطة القضائية ومجلس المنافسة. وكان عندنا موضوع ديال النجاعة القضائية ومستقبل العدالة، والأمس كان عندنا موضوع ديال الحماية القضائية لحقوق الإنسان، وخاصة تم التركيز على الاعتقال الاحتياطي للإكراهات والبدائل. واليوم أكيد بأننا نحتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية ندوة حول موضوع الأمن التعاقدي ومتطلبات التنمية، والجائزة اللي حصل عليها المجلس على السلطة القضائية وهي جائزة التمييز حول الرواق الولوج. أكيد بأنه سلمت هناك لرواق المجلس أن يتسلم من يد معالي الوزيرة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي
دور الأسرة، جائزة التمييز، جائزة جائزة الرواق الولوج اللي مهتم بوضعية الأشخاص في ذوي إعاقة. وأكيد بأن هذه الجائزة هي تشريف، ولكن في نفس الوقت بطبيعة الحال تحفزنا، تحفز المجلس على السلطة القضائية باش يعود يواصل العمل، ونطمح إلى تقديم المزيد من العناية لهذه الفئة التي تحتاج من الجميع الرعاية، وأيضا تقديم المزيد من العناية لهذه الفئة بطبيعة الحال هي في أمس الحاجة لهذه الالتفاتة الإنسانية، حتى تكون بطبيعة الحال حتى تكون مندمجة بشكل طبيعي حتى ضمن أروقة المجلس اللي هو معرض الثقافة. وأكيد بأن بلادنا تتفتخر بحسن التنظيم، والشكر موصول للسيدة الوزيرة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأيضا للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على التنظيم المحكم وعلى الصورة الجيدة اللي أعطى لبلادنا اللي هي مغرب النماء والازدهار، وبطبيعة الحال الثقافة الذي يقوده مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له العز والنصر والتمكين.